ايوه شيخ عبد الحسين، شيخ عبد الحسين تسمعون؟ يا شيخ عبد الحسين انت قاعد تسمعني؟ حبيبي انطيتك الادله، انطيتك الادله، اذا تريد الجنه اتبع الادله مالتي، روح اقرا بالقران وتعال تعال سدي، زين؟ طيب يا شيخ اقرا الايه، شوف الصلاه على شو مقت، ثلاث اوقات للصلاه بخمس صلوات، شوف كلامي صح؟ طيب يا شيخ لا تحب محمد يا شيخ ماشي انا هتبعك بس خليك معايا واحدة واحدة يا شيخ واحدة طب انا اسمعك انا اسمع بعض يا شيخ حسين ليه حضرتك بس معصب؟ اسمعني وانا اسمعك احنا اخوان احنا ما عندنا في السنة مشكلة نحن والسنة اخوان بل نحن واليهود اخوان نحن والمسيح اخوان نعم انا اعلم انت اخو اليهود واخو المسيح بس اسمعني يا شيخ الخلافه الذي غصبت من امير المؤمنين سلام الله عليه انتم اخوتنا ولكن العيب بالاساتذه انظر الى التيجان اسمعني يا شيخ طب يا شيخ عبد الحسين مالك يا شيخ عبد الحسين هو انت كان نفسك تتكلم ومحروم من الكلام بقالك 60 سنه ما تسمعني يا شيخ عبد الحسين احنا عايزين نسمع بعض انك تتبع الملك انت تتبع الملك وتتبع الشيوخ طب انتم على دين الملوك للاسف طب شكرا تتبعون الله تتبعون الاصنام قلت لك خلاص يا شيخ خلصت يا اخو اليهودي والنصراني اسمعني بقى يا شيخ القران ماذا انتم اسمعني يا شيخ علي لانكم كفار حتى انا ما اقول السنه افا انت من شويه بتقول اخوانك هوتم نفسكم اعوذ بالله يعني انت من شويه بتقول اليهود اخوانك واحنا كفار اعوذ بالله يعني احنا عشان ما بنتبعش على كفار واليهود اخوانك والله عليكم لقد غيرتم الاسلام غيرتم دين محمد انما السنه نحن اخوه والله نحن اخوه طب اسمع خلاص طب خلص يا شيخ افا اغلى الله المستعان كان نفسي اقول الكلمتين دول بس يعني كلام جميل الصراحه يعني اليهود اخوانه والنصارى اخوانه واحنا كفار وبيقول انتم والسنه السنه اخواننا بس انتم كفار على اساس ان السنه بتقول ان علي هو الخليفه بعد النبي يا كذاب يا اشر الله المستعان نسال ان ينتقم منه فتح برميل قاذورات من فمي طبعا عاجز ان يستمع الي يخاف من الحجج يخاف من أن يستمع إلى الحجج حتى لا يفضح ويرفع التسجيل على اليوتيوب لكن بهذا إن شاء الله سنرفع هذا التسجيل على اليوتيوب يعلم الجميع قذارة ودناسة مع مامي الرافض